ميزت سوريا قبل غيرها بتصنيع الزجاج المعشق، وهي الصناعة بسوريا بترجع لعهد الفينيقيين يلي أنشأ ورش لهي الصناعة، ومن هون تعتبر هي الحرفة هوية ثقافية للمنطقة بشكلها اليدوي مهما بلغنا من التطور والحداثة. بدكن تعرفوا أكتر قديش هالحرفة مرتبطة فينا وببلادنا؟ خليكن معنا. صناعة الزجاج هي صناعة ورثتها الأجيال السورية جيل بعد جيل حتى يومنا هاد، وهي من الحرف يلي بتستمد مادتها من البيئة لأنه بتعتمد على مخلفات الزجاج كمادة خام، وعلى الألوان يلي بيختارها الحرفي، وموادها الأولية هي الرمل والإلي والحجر الكلسي، بيتسخنوا لدرجة حرارة ممكن تصل لل 1500 درجة مئوية لحتى ينصهروا، وبتنفخ المادة المصهورة بأنبوب معدني، وبيتم تشكيل القطعة من خلال تدوير الأنبوب أثناء النفخ بطريقة معينة لتتحول لكاسات ومزهريات وثريات وأطباق وغيرها كتير من التحف بأشكال وأحجام متعددة. بهي الطريقة بلشت صناعة الزجاج السوري واستمرت لوقتنا الحالي، ومن أكثر العصور يلي انشهر فيها الزجاج السوري هو العصر الفاطمي، ودخل فيه التعشيق والخيط العربي بألوانه الأصفر والأخضر والأزرق، وكتير من القطع الزجاجية السورية كانت من ضمن كنوز الخليفة المستنصر الفاطمي بأواخر القرن الثاني عشر الميلادي، واستمر العصر الذهبي للزجاج السوري للقرن الخامس عشر ميلادي، وصار يدخل بزخرفته الذهب والمينا وتنعمل منه شبابيك وشمسيات وأمريات وتماثيل صغيرة وزخارف بتزين المساجد والقصور وأغلب البيوت الدمشقية. ومع دخول الآلات وحركة التطوير تطورت هي الصناعة مثل كتير من الصناعات والمهن اللي كانت يدوية، وصارت تعتمد على المكانات والآلات والقوالب وتزيينها بينرسم على الكمبيوتر، بس ظلت صناعتها يدويا موجودة ومشهورة بسوريا على قلة اللي بيشتغلوا فيها وهجرها من الشباب. ومن أكثر المدن المشهورة بصناعتها يدويا دمشق وحلب، ومن أكثر الأسواق المشهورة بعرضها وبيعها التكية السليمانية بدمشق. واليوم ومع الأحداث اللي عم بتمر فيها البلد، هالحرفة مثل كتير من الحرف اليدوية مهددة بالزوال، مشان هيك حبينا نعرفكم بتاريخها لنحاول نحافظ عليها أو على الأقل نحفظها بقلوبنا ونحكي عنها لأولادنا.